ده انا كان عندي يعني من ضمن الجلسات يعني جماعه عملنا جلسه في قاعه مجلس الشورى، مجلس الشورى بتاعنا بتاع زمان ده، جمعنا 17 محافظ وقتها او 18 محافظ كان يعمل، غير محافظين سابقين، غير وزراء التنميه المحليه السابقين، مع الوزير الحياه اللي كان بيعمل وقتها الدكتور احمد زكي بدر، وعدد من الوزراء المختصين وجلسات. طب جمعنا جلسه تانية رؤساء الاحزاب والشباب، يعني اخذت حوار مجتمعي انتهينا بشكل مشروع اللجنه هي اللي اعدته استنادا الى الاربع الخمس مشاريع اللي اتقدمت. حلو قوي. لكن ليه البرلمان بقى ما بتفرش؟ ما انا جاي لحضرتك. فهنا اللجان النوعيه تخلص الهوم ورك بتاعها، تخلص المسؤوليه بتاعتها. ده مش معناه ان مكتب المجلس يدرجه على جدول الاعمال. ناس متخيله ان اللجنه النوعيه تخلص يبقى لازم البرلمان لزمن ان هو ينزله. الحقيقه تحديد الاجنده التشريعيه في الجلسات العامه للتصديق النهائي على المشروعات ده وفقا للدستور والعقل والمنطق يجب ان يكون بالاتساق مع الحكومه، لان اذا كان البرلمان هو صاحب السلطه في اصدار التشريعات واقرارها فايضا على البرلمان وكل المتابعين ان يعي تماما ان الحكومه هي صاحبه المسؤوليه في تطبيق هذا الايه الاقرار. انا باقر مشروع والحكومه هي اللي بتطبقه، وبالتالي لابد ان الاجنده التشريعيه تكون في حاله اتساق وتناغم مع الحكومه، والا ايه معنى ان انا اطلع قانون والحكومه مش جاهزه انها تنفذه. وعشان كده قانون الاداره مش جاهزه تنفذه. الجهات القانون الاداره المحليه سعادتك 156 ماده. قانون انا بسميه قانون دوله، قانون ثقيل، قانون فيه جزء وفقا للدستور المشرع الدستوري وجهنا ان احنا نشرع لقانون ينظم الاداره المحليه بمبادئ معينه، انتقال الى اللامركزيه الاداريه. فبقى عندي وزاره التخطيط، جهاز تنظيم والاداره، وزاره التنميه المحليه، لازم كل القطاعات دي تبقى جاهزه بهياكلها على مستوى ال 27 محافظه، وانزل من كل محافظه على المراكز والقرى و 4000 قريه غير ال 30000 قريه تابع. مساله مش بسيطه. بشكل عام ايه العوامل اللي ممكن تخلي الحكومه مش جاهزه؟ او انا بقول لحضرتك انا عندي في تكنيكاليتيز. انا بنتقل الى لا مركزيه اداريه، بنتقل الى لا مركزيه ماليه. لا مركزيه ماليه دي يعني ايه؟ يعني ان انت كل وحده محليه، كل قريه، كل حاجه ليها موازنه مستقله. ده نص دستوري عندي. فلازم يبقى الاتش ار الموارد البشريه تبقى جاهزه، ناس جاهزه. انا النهارده حضرتك كنت بتاخدي تعليمات من رئيس القناه في التصرف في مبالغ معينه، جاء لك لا انا مش هتصرف، انا اذا كان في مبلغ معين انا هدي لحضرتك الصلاحيه بالمبلغ ده. لازم حضرتك تبقي كواليفايد ان انت تبقي جاهزه انك تصرفي المبلغ ده، والا يبقى عندك الصلاحيات لان انت تتصرف اصلا. ما هو يعني القانون عندك. برافو عليك. القانون ادى الصلاحيات دي بالزبط. بس هل حضرتك عندك العلم والفهم والقدره على ان انت تتصرفي في المبالغ الكبيره دي؟ فعايزه جاهزيه، مش حضرتك يعني. ايوه انا فاهمه طبعا. وبالتالي لازم يبقى جاهز.